مشاهدينا فقرة هموم الشارع، بنشوف فيها طبعا مشاكل الناس زي ما حضراتكم عارفين. بيهمني ان انا اجيب مشاكل واشوف لها حلول. النهارده معانا مشكله في محطه الملك فؤاد، تحولت من تحفه معماريه لخرابه. عايزين حد يساعد في الموضوع وينقذ هذه المحطه، فهل تستجيب وزاره الاثار؟ نشوف التقرير مع حضراتكم. من قرن أو يزيد كانت تحمل هذه القضبان القطار الذي يستقله الملك فؤاد قادما إلى كفر الشيخ، حيث استراحته التي كان يستقبل فيها زعماء وملوك العالم من خلال محطة القطار هذه. محطة الملك فؤاد من الحاجات الأثرية المميزة جدا في المحافظة، لان كان بيربطها انه ده محطة يعتبر اللي هي المحطة بتربط المكان ده بالاستراحة بتاعت الملك فؤاد. بيجي هنا زوار كلهم للمحطه دي عشان خاطر يروحوا للاستراحه بتاعته اللي هي القصر حاليا اللي موجود فيه معهد الخدمه الاجتماعيه. احنا جينا هنا بنينا وقعدنا واستقرينا لقينا المحطه، وكان فيها غفر اللي كان بيتعب في السكه الحديد، كانت المحطه بتبعته هنا المكان ده هو واسرته بيجي يحرسها غفير. وبعد كده استلمتها هيئه الاثار من السكه الحديد بقى لها حوالي 10 سنين، ومن يوم ما استلمتها اهملتها هي. احنا اول ما جينا هنا كانت المحطه دي تعتبر بالبرستيج بتاعها الكامل، يعني ما كانتش مقدمه ولا كانت بالاشكال دي. بقى اللي يجي يولع شويه خشب واحد هربان يجي يتدارى فيها، تجلب علينا مشاكل سواء من السرقات سواء من الخطف سواء من الالفاظ والخمامه والحاجات دي كلها. دي محطه اثريه المفروض يبقى لها اهتمام ولها ناس تشوف فيها وترميم، وما تتهجرش كده بالمنظر ده لان ده منظر وحش. انت لو حضرتك دخلت جوه بتاع المحطه الاثريه ديت وشفت منظرها من جوه وشفت الحاجات الاثريه اللي فيها من جوه تستغرب ليه ان هم سايبينها بالمنظر ده. لو اهتمينا بيها شويه بقدر اهتمام القصر عندنا هنا اعتقد انه يبقى اثر ليه قيمته الكبيره جدا، واللي احنا ممكن يعني بالظبط يجذب علينا كتير من السياح ويبقى موقع اثري او مكان اثري. ده جزء يعتبر مكمله للمجموعه الملكيه، كان الملك بيستقبل بيها كبار الزوار اللي جايين لزيارة كفر الشيخ، خاصة ان كفر الشيخ اصلا الملك فؤاد سميت الفؤادية باسمه. قدمنا بطلب للسيد المحافظ مؤخرا يعني تفضل مشكورا بترميم المحطة على نفقة المحافظة تحت اشراف منطقة اثار كفر الشيخ. محطة الملك فؤاد والتي كانت شاهدة على زيارات أهم زعماء وملوك العالم لمصر، ولكنها أهملت لسنوات عدة على أمل ترميمها خلال عام. عبد الرحمن داود، 90 دقيقة، قناة المحور.